انا هاي البسطيه مالتي الساعه بالوحده وحده ونص قاعدين هنا انا بامان الله ما سمعنا بس رمي العالم كله رحنا هيك هوسه مال الجوهره شاكو شاكو عركه زين عمود مبلغ من المال ما يتجاوز 100,000 90,000 زين مال جبايه مال صحيات الليمون من كل محل زين وصارت هاي المشكله بس ما توصل لهذا الحد. انا محلي هنا أنا. ومعروفين احنا صارنا بالعشرين سنة هنا اللي صار احنا ما نعرف يعني سمعنا اطلاقات نارية يعني الاطلاقات ما نعرف منين اجت لنا احنا رعبنا بصراحة بعدين يوم ما طلعنا على الشارع لقينا ابو المول مال الجوارة عدة مشاجرة ويا ابو المحل بهالاثناء شدت بالكلام وصار بيناتهم غلط هذا ما تحمل هذا هذا ما تحمل هذا هذا شال سلاح على هذا خطية الرجال ابو علي صار له 20 سنة في خيره شره انسان كلش محترم فقير يعني دا ياكله لفت فلافل دا يعيش يعني يطلع مقوته اليوميه جاي صاحب عائله شنو ذنبه هذا دا ياكل لفه واللقمه بعدها بحلقه وتجي له طلقتين تايهه انسان بكانه وقع بكانه يعني فد شيء فد ماساه فالظرف كلش صعب اللي مرينا به وهو اجى الشخص الثالث انضرب الشخص الرابع انضرب يعني بحدود 4 اشخاص تصوبوا